في الختام تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يشرف بشكل مباشر على تنفيذ مشاريع الإعمار والخدمات ويلبي احتياجات أهالي البعيجي التابع لقضاء بيجي. ارتفاع أسعار هدايا العيد تقلل من طقوس الاحتفال به والمواطنون بين سعر صرف الدولار وجشع التجار. تسريبات بريطانية عن ضغوط إيرانية للتوافق داخل البيت الشيعي ولا حكومة عراقية قبل حزيران المقبل. الكاظمي يحذر الكتل السياسية من تباطؤ حل الخلافات السياسية والصحة تدق ناقوس خطر الحمى النزفية. نهاية نشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.